ان شاء الله نكمل تدريب الشيست اللي كان بيتكلم على COPD والبرونكيال الازمه. طبعا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن البرونكيال الازمه، نتكلم على COPD اللي هي الكرونيك اوبستراكشن اوبستراكتيف بلمونري ديزيز. تمام. طيب هو ليه كذا اسم تاني او يعني مصطلح تاني غير COPD اللي هي زي الكولد يعني اللي هي كانت عباره عن الاوبستراكتيف لانج ديزيز او الكرونيك اوبستراكتيف ايروي ديزيز اللي هي الكاوت مثلا، او الكرونيك اير فلو ليميتيشن هي الكلب، او الكرونيك اوبستراكتيف ريسبيرتوري ديزيز هي الكور. تمام. هو اكتر واحد شهرة يعني هو COPD. لو جينا بقى نشوف هو ايه اساسا COPD، فقال لك هو عباره عن مرضين موجودين سوا في اللانج اللي هو الكرونيك برونكايتس والانفيزيما. تمام. طيب طبعا ده بيأثر على اللانج والاير ويز وبيخلي فيه ليميتيشن في الاير فلو. قال لك كمان ان هو بيبقى يعني خروج الاير ودخوله في اللانج بيسبب لي شورتنس في البريث. طيب تمام. قال لك ان هو الكرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز هو عباره عن مرض بريفنتبل وتريتبل، اقدر ان انا امنعه واقدر ان انا اعالجه. وطبعا ان هو يعني اكتر حاجه كاركترايزد ليها ان هو بيبقى فيه اير فلو ليميتيشن وكمان تيشو ديستراكشن. تمام. طيب بسبب الانفلاميشن. طيب دلوقتي هو يعني فكره البريفنتبل والتريتبل ديزيز، رغم ان انا يعني من اكتر الحاجات الكاركترايزد برضو للكرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز ان هو irreversible. تمام. طيب يعني ايه؟ قال لك ان هو لا، هو انت بتعالجه بتقدر انك تقلل شويه من السيمبتومز، بتقدر انك يعني تمنع ان هو يتفاقم مثلا، وهو لو في مراحله يعني البدائيه فممكن كمان ان احنا يعني ايه نعالجه. تمام. طيب بالمناسبه كمان احنا قلنا ان COPD عباره عن انفيزيما وكرونيك برونكايتس. تمام. طيب الكرونيك برونكايتس دوت هو اساسا ليه 3 مراحل. اول مرحله بلاقي فيها ان الميوكس او الميوكس بيبقى يعني شفاف، بتبقى كميته قليله، يعني يعني الواحد يحس ان هو عادي شويه بلغم طبيعيين. طيب المرحله اللي بعد كده لا، بيبدا بقى ان هو الميوكس ده بيبقى يلو اكتر، بيبقى يعني سميك اكتر، بتبقى كميته اكتر كتير. بالنسبه بقى يعني تالت مرحله الموضوع بيبقى فيه فيبروزس بقى. تمام. طيب طبعا احنا عارفين اي يعني اغلب الامراض اللي بتبقى في اللانجز يعني بتيجي للسموكرز اكتر، وخصوصا الكرونيك برونكايتس. تمام. طيب في اول مرحلتين تمام اللي هو الميوكس بيبقى قليل و يعني اب يعني شفاف شويه وبيبقى اصفر، انا لو السموكر ده اجى تراجع تمام وبدا عمل ريهابليشن للريسبيرتوري سيستم وبدا ان هو يعني يعمل تمارين وكده، فهيرجع يعني زي الطبيعي. تمام. ولكن لو اجى في المرحله الثالثه لو حصل خلاص فيبروزس ويوقف سموكينج مش هيرجع طبيعي، لان فيبروزس خلاص ما ينفعش يرجع طبيعي، ولكن هو يمنع ان هو يدخل كانسر، لان اي حاجه فيبروزس معروفه انها بري كانسر، فيعني ايه حاجه تمنع ان انت تدخل في كانسر. تمام. لكن مش هترجع طبيعي. فطبعا احنا ممكن نربطها ان كرونيك برونكايتس في اول مرحلتين لو السي او بي دي كان يعني في الكرونيك برونكايتس لسه في اول مراحل، فاحنا ممكن ايه يعني تريتبل نعالجه يعني. تمام. طيب هي حاجه مش موجوده في الداتا ولا الدكتور قالتها يعني، ولكن يعني انا حبيت ان هو يعني نفهم يعني هو ايه ليه تريتبول وممكن تريتبول امتى وكده يعني. طيب دلوقتي احنا قلنا ان هو هيبقى فيه تيشو ديستراكشن بسبب ان يعني هيبقى عندي انفلاميشن. تمام. وكمان هو اساسا الانفلاميشن ده بسبب ان يبقى عندي شويه بارتيكلز او جازز، وخصوصا اكتر طبعا زي ما احنا قلنا بسبب سيجاريت سموكينج. كمان انا عندي كرونيك انفلاميشن دوت بيسبب لي اير واي نارنج، وكمان بيعمل لي ديكريز لانج ريكويل. تمام. طيب طبعا اير واي نارنج احنا عارفينها يعني ايه، اما بالنسبه للديكريز لانج ريكويل ف انا عندي حاجه في اللانج، انا عندي حاجه اسمها ريكويل وعندي حاجه اسمها الكومبلس. تمام. طيب ايه الفرق بين الكومبلس وايه او ايه هم اساسا؟ قال لك دلوقتي انا لما باجي اتنفس بيبقى عندي تمدد في اللانج وعندي زي انكماش لللانج. تمام. او الالفيولاي بشكل عام. فقال لك انا دلوقتي لما اجي اتنفس اخد يعني شهيق، فبيبقى الكومبلس ده بيبقى دوره بقى ان هو بيبقى فيه تمدد في اللانج، فانا عندي كومبلس. طيب بالنسبه للريكويل فانا دلوقتي محتاجه ان انا في زفير، محتاجه ان انا اخرج، فبتبدا الالفيولاي تنكمش ازاي تنقبض كده بحيث انها تخرج الهواء اللي جواها. تمام. فالامراض اللي بتبقى اوبستراكشن اكتر غير اللي هي زي السي او بي دي وزي البرونكيال الازمه بيبقى ريكويل، يعني بيبقى في مشكله في ريكويل، لان هي بتبقى المشكله في الزفير مش بتبقى المشكله وانا بدخل الهواء. تمام. طيب على عكس الامراض اللي هي كانت ريستراكتيف تقريبا، دي بتبقى لها يعني بتبقى فيها المشكله في الكومبلنس والمشكله في دخول الهواء. تمام. طيب ده كده اللي هو ديكريس لانج ريكويل. قال لك كمان الديزيز ده بيبقى جاي معاه كاف ديسنيا سبتم سبيوتم برودكشن، وقال لك السبتم ديت بتبقى بترينج من ان هي ممكن يبقى يعني اسيبتوماتيك خالص او ممكن تؤدي للريسبيراتوري فيلير اساسا. قال لك بالنسبه للابدمولوجي بقى، فقال لك ان هو بيبقى اكتر حاجه زي ما احنا قلنا مع السموكرز، وبيجي من سن الاربعينات، وبالمناسبه ان هو بيبقى اكتر في الرجاله ولكن بيموت اكتر في الستات.
تمام. قالك ان هو بيسبب، يعني هو بيبقى واخد المركز الثالث في اكتر مرض بيعمل موربيديتي ومورتاليتي في على مستوى العالم يعني. قالك كمان ان المرض دوت مشكلته في التشخيص زي اغلب امراض ال respiratory system زي ما احنا شفنا برضو كان في البرونكيال الازمة، احنا قلنا اصعب حاجة فيها التشخيص. تمام. بالنسبة للإتيولوجي بقى، فقالك ان هو طبعا هيبقى ال cigarette smoking تمام هو ال most causes او ال most common يا حبيبي most common cause لل COPD. تمام. طيب قالك في other causes طبعا، يعني زي secondhand smoke، حد قاعد جنب حد بيدخن، او ال air pollution، او ال environmental، او ال occupational مثلا شغله او كده، ال aging، ال low breath weight، ال malnutrition، مشاكل في التغذية. قالك ان انا عندي infection في ال childhood، او مثلا alpha antitrypsin، ال alpha 1 antitrypsin deficiency. تمام. وده بيجي في ال يعني من سن الثلاثينات. طيب ال AATD يعني انا هتكلم عنه وايه علاقته بيس او بي دي، ولكن لما نتكلم عن الامفيزيما. تمام. طيب طبعا سيجرس سموكينج احنا عارفين ان هو بيدمج الالفيولاي ساكس، وطبعا هي بتدخل مع الانهيليشن. يعني ده شوف بيقول لك ده نورمال هيلثي اير ساك. تمام. ده الدامج ساكس يعني بتتدمر كده، يعني بيحصل فيها ديستراكشن. الاستاذ دي مهمه. طبعا احنا قلنا ان السي او بي دي هو عباره عن كرونيك برونكايتس وانفيزيما، لكن الكرونيك برونكايتس فانا لما اجي يعني اوصفه كلينيكلي فانا هقول عباره عن ميوكويد تمام او ميوكو بيورلانت. زي ما احنا قلنا هو اكتر حاجه بتصفه ان هو السبيوتم اساسا. قال لك كمان ان انا امتى اشخص الشخص ده عنده كرونيك برونكايتس، ان هو يجيله كحه مع بلغم لمده شهرين وممكن ثلاثه، يعني هو يعني في روايه اثنين وفي روايه ثلاثه، يعني خلال سنتين متتاليتين. يعني مثلا في سنة مثلا جاله من شهر مارس مثلا لثلاث شهور متتالية. تمام. يعني ليونيو مثلا عنده كحة ببلغم. تمام. في السنة اللي بعدها نفس يعني ثلاث شهور برضو زيهم عندهم ايه، عنده بقى نفس السيبتومز دي، فانا خلاص هشخصه ان هو ايه كرونيك برونكاتس. ولكن طبعا لازم اخد بالي من حاجة مهمة جدا، ان انا ما عنديش اي كوز تانية تخلي ان هو عنده كاف او اكسبكتوريشن. تمام. اللي هو يعني عنده كحة او بلغم يعني. تمام. طيب بالنسبة للانفيزيما فقالك هي عبارة عن بيرمننت ديستركتيف في الانارجمنت للاير سبيس في الديستا تيرمينال برونكليوز. يعني عبارة عن الاير في هوا كتير قوي دخل جوه في الانفيز في الالفيولاي. تمام. فده طبعا بيكبر الحجم يعني. وقال لك طبعا ما فيهاش فيبروزس، لان الفيبروزس بتبقى علامه مميزه للاي بي اف اللي هي كانت البلمونري فيبروزس. تمام. واخد بالي ان الامفيزيما بتبقى موجوده في الديستال اوف ديستال تيرمينال برونكيوليوز. هنشوف، هجيب لكم صوره ثانيه. هنا بسيط. تمام. هو ليه اساسا اول حاجه قال تيرمينال برونكليول برونكليولز. تمام. لان انا عندي من اول التراكيه لغايه عندي السيجمنتال برونكس كلهم فيهم كارتلج. تمام. فطبعا انا هو المفروض اللي هي لما يحصل في الانفيزيما المفروض ان هي زي ما قلنا حجمه بيكبر، طب الكارتلج مش هيسمح ان في حجم يكبر، فعشان كده في التيرمينال بيحصل ان هو بقى بيبقى فيه بقى اللي هو اللارجد وكده. تمام. اللارجمنت وكده. تمام. احنا لسه نتكلم تاني على كرونيك برونكايتس والانفيزيما. تمام. يعني في جدول كمان يعني. تمام. طيب هنا بيقول لك بقى الميكانيزم بتاع الانجري او الباثولوجيكال بروسيس، فهو عباره ان هو بيبقى عندي يعني اللي بتصاب الاير واي بتاعه اللنج والبرانكيميا والبالمونري فاسكولاتشر. تمام. طيب قال لك ان هو الانفلاميشن هو عباره يبقى في مشكله في السمول اير ويز وكمان في البرانكيميا. تمام. طيب فده بيخلي يبقى في ديكريز للاس ريكويل. تمام. اللي هو فكره ان زي ما احنا قلنا الريكويل المفروض ان انا عندي مثلا الفيولات بتبدا انها تنكمش عشان تطلع الهواء بره، فيبقى في مشكله في، وطبعا يعني اكتر حاجه بتساعدها فيها اللاستن الموجود فيها، فطبعا ده بيقل. وقال لك كمان ان هو بيبقى لوس للالفيولار اتاتشمنت زي ما احنا هنشوف في الفيزياء يعني. تمام. طيب بالنسبه للباثوفيسيولوجي بقى هشرحه بعد ما اشرح الكرونيك برونكايتس والانفيزيم. طيب دلوقتي انا عندي زي ما احنا قلنا السي او بي دي هو عباره عن كرونيك برونكايتس معاها انفيزيم. اول حاجه الكرونيك برونكايتس اسمه بلو بلوتر. تمام. طيب ايه اساس الكرونيك برونكايتس؟ زي ما احنا قلنا هو اكتر حاجه بتصفه ان هو بيبقى عندي كاف وسبيوتن. تمام. يعني اهم حاجه لو لما سيبتمز لا الكرونيك برونكايتس هو ان هو يقول لي فيه سبيوتن وفيه كاف. تمام. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه بقى دلوقتي احنا
احنا الحاجة يعني الامراض دي هي عبارة عن وجود obstruction في ال airways. تمام. طيب دلوقتي انا ممكن يبقى عندي حاجة اسمها complete obstruction وحاجة اسمها partial obstruction. ازاي؟ يعني نفترض ان ده كده المسار. تمام. فانا لو ده كده قفله كده فده partial. تمام. طيب بالنسبة لو قفله كده تمام فده complete. تمام. طيب اللي بيبقى فيه الكومبليت اوبستراكشن بالشكل ده كده فده الكرونيك برونكايتس. تمام. بيبقى فيه كومبليت اوبستراكشن. طيب ايه الفكره اللي دلوقتي لما بيبقى فيه كومبليت اوبستراكشن مفيش لا اوتو هيدخل. تمام. يعني مفيش اوتو هيدخل عندي ولا سي اوتو يخرج. يعني المفروض انا عندي سي اوتو جوه. تمام. مش هيعرف يخرج. يبقى انا دلوقتي انا الاوتو عندي قليل والسي اوتو كتير. تمام. انا يعني عندي هايبوكسيميا وهايبر كابنيا. تمام. طيب دلوقتي انا بقى لما يحصل عندي هايبوكسيا فاللي هيحصل عندي سينوزس. دي اهم حاجه. سينوزس هيبدا يبقى فيه زرقان. هيبقى عندي هايبوكسيا. كل الكلام ده. تمام. طيب طيب احنا دايما عارفين ان هو لما يبقى عندي هايبوكسيا بيبقى فيه ديزني اللي هو النهجان ده، بحس ان انا احاول اعوض الهايبوكسيا اللي عندي. ليه ما قلتش من السيبتومز بتاعت البلو بلاتر او الكرونيك برونكايتس ان انا عندي ديزني؟ تمام. طيب قال لك ان الهايبوكسيا بتعمل لي يعني بتحفز لي الريسبيراتوري سنتر. تمام. طيب طب بالنسبه للهايبر كابينيا قال لك لا ده هي بتقلل لي الريسبيراتوري سنتر. طب انت عملت كده، انت ما عملتش حاجه بقى. يعني هما الاثنين لاشوا بعض، فمش هيبقى عندي اي حاجه تحفز لي الريسبيراتوري سنترز عشان تعمل لي ديزني عشان احاول اعوض الهايبوكسيا. فانا مش هلاقي مع البلو بلاتر ايه ديزني. دي يعني دي حاجه مهمه جدا لازم يعني احطها في. تمام. طيب يبقى دي اول حاجه يعني عرفنا ان مش هيبقى في عندي ديزني، هيبقى عندي سينوز. طيب السينوز عارفين ان هو دايما يبقى ايه، دايما هيبقى بلو. تمام. حلو قوي. طيب تاني حاجه بقى بالنسبه للبلوتر، هو يعني جاي منين كلمه بلوتر؟ يعني انتفاخ او تضخم. تمام. طيب جاي منين؟ قال لك دلوقتي انت لما يبقى عندك يعني اولا عندك يعني كومبليتلي اوبستراكشن. تمام. فالبلمونري هايبرتنشن هيزيد قوي قوي. تمام. فلما يزيد قوي قوي هيبدا يرشح وهيبدا يعمل لي انفيزيما، ف هيبقى عندي بلوتر اللي هو الانتفاخ، وبيبقى يعني بيبقى فيه ويت جين يعني زياده في الحجم بالشكل ده. يبقى احنا عرفنا بلو بسبب السيانوزس والبلوتر بسبب ايه الانفيزيم. تمام. طيب انا نمسح الكلام ده كله. طب تعالى البنك بافر بقى او الانفيزيم. تمام. طيب هي ايه اساسا الانفيزيم؟ قال لك والله الانفيزيم انا بيبقى عندي الالفيولايز من جوه كده زي ما انتم شايفين بيبقى فيها زي غرف كده صغيره. تمام. طيب الانفيزيما هو المرض المسافات اللي ما بين الالفيولاي يعني دي الفيولاي سايت. تمام. الالفيولاي وبعدها بتبدا انها تتكسر. تمام. يعني نفترض انها كانت كده مثلا ايا كان. تمام. بقت لا مربعه كده بس. تمام. فدي اول نقطه. طيب ايه السبب بقى؟ قال لك والله ممكن تبقى اسباب كتيره جدا. اول حاجه السموكينج ذات نفسه بيبقى فيه يعني بتبقى فيه ماده بتحفز البروتيز. تمام. البروتيز دي يجي بقى يكسر الالاستين ده اللي هو اللي بين الالفيولاي وبعضها ويبدا يتحول بقى للشكل ده. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه هو وجود السموكرز او السموكينج بارتيكلز في اللنج بتبدا انها يعني تستيموليت النيتروفيلز طبعا، لان يعني حاجه غريبه فجهاز المناعه يبدا يشتغل. النيتروفيلز طبعا فيها البروتيز زي ما احنا قلنا. طيب البروتيز هتبدا انها النيتروفيلز هتبدا تزيد كتير جدا، تبدا تفرز لي بروتيز كتير جدا، وتبدا انها طبعا برضو تكسر لي الالاستين دوت وتعمل لي بقى اللي هو زي ما احنا شايفين كده الشكل ده بتاع الالفيولاي. حاجه كمان بقى اللي انا كنت قلتها هقولها اللي هي انتي تريبسين. الفكره في الانتي تريبسين ان هو اساسا بيضاد عمل البروتيز. تمام. طبيعي ان هو المفروض يبقى فيه بالانس بين البروتيز والانتي بروتيز، فلما يبقى عندي ديفشنسي في الانتي تريبسين او الانتي بروتيز فاكيد طبعا بروتيز هيبقى قوي. تمام. طيب ايه السبب المشكله؟ والله ممكن اساسا ان هي مشكله جينيه. تمام. او حاجه تانية يبقى عندي مشكله في الهيباتيك يبقى عندي سيروزس. تمام. طيب فدايما لما اجي الاقي ان انا عندي سيروزس فبنسبه كبيره بيبقى عندي انفيزيما اصلا. ليه؟ لان عندي مشكله. يبقى عندي ايه انفيزيما. تمام. طيب حلو قوي. تعالوا نرجع تاني اللي احنا بنتكلم فيها الانفيزيما. طيب قال لك الانفيزيما دلوقتي ده بقى شكل الالفيولاي. نفترض المفروض ان انا وقلنا ان هي انا عندي كان في الكرونيك برونكايتس كان عندي كومبليتلي اوبستراكشن. انا هنا لا مش هيبقى عندي كومبليتلي اوبستراكشن، انا عندي اللي هيبقى عندي بارشلي البنك تبقى بارشلي اوبستراكشن. تمام. هتبقى كده بالشكل ده كده
مفروض يعني، فانا عندي يعني مساحه صغيره يبقى فيها الاوتو يدخل والسي اوتو يخرج، تمام؟ فانا مش هيبقى عندي هايبر كابينيا. ليه بقى؟ قال لك السي اوتو خاصه الانتشار بتاعته يعني قويه جدا، او يعني عنده انتشار سريع جدا، غير الاوتو. الاوتو بيبقى يعني لزج او لبخه كده، ما يعرفش ينتشر بسرعه. فانا ما عنديش مشكله مع السي اوتو، انا عندي مشكله مع الاوتو، تمام؟ فيبقى عندي هايبوكسيا ان هو ينتشر. خصوصا كمان انا عندي السيرفيس اريا قلت. ليه؟ انا مثلا لما كان عندي الحجم ده كله، فانتوا شايفين المساحه دي كلها كان بيحصل فيها اكستشينجينج، اما هنا لا، انا المساحه قلت، انا هنا المساحه قلت لما حصل الالاستين، او يعني ال اسمها ايه، الالفولاي بدات انها يحصل لها ديستراكشن بين بعضها، تمام؟ وفتحتها كلها على بعض، فانا كده عندي السيرفيس اريا قلت، فده كده الاكستشينج بتاعي يقل. انا عندي سي او 2 بيقدر يصرف نفسه، لكن انا الاو 2 ما بيعرفش يصرف نفسه، فانا مش هيبقى عندي هايبر كابينيا، بس هيبقى عندي هايبوكسيا. طيب دلوقتي احنا قلنا ان الهايبوكسيا بتعمل لي ايه؟ بتعلي لي الريسبيراتوري سنتر، تمام؟ فهتعمل لي ديزني. طب انا عندي هايبر كابينيا تلاشي لي الفعل ده؟ لا، ما عنديش هايبر كابينيا، فعشان كده انا هلاقي هنا ديزني، هلاقي في البنك بافر ديزني، تمام؟ طيب ودلوقتي لما يبقى عندي هايبوكسيا، هو هيحاول يلاشيها بكذا حاجة. أول حاجة ديزني، تاني حاجة إن هو يبدأ يصنع ار بي سي كتير، فيعملي بوليسيسيميا. بوليسيميا، تمام. طيب ولما يبقى طبعا كرات الدم الحمراء لما تزيد كتير، فهتديني لون أحمر كده شوية، هيبقى بينك، تمام؟ فأنا كده اسمها بينك. طيب بالنسبة دلوقتي أنا محتاجة إن أنا عندي مشكلة في بسم الله الرحمن الرحيم، في ثانية واحدة، الفيولاي ان هي عندها بارشال اوبستراكشن، نمسح الكلام ده كله، تمام؟ المفروض ان هي مثلا نفترض الجزء ده كده، ده يعني خلاص حصل له ديستراكشن او مقفول، تمام، بسبب الاوبستراكشن، والجزء ده تمام مفتوح مفيش مشكله. طيب دلوقتي انا محتاجه اخرج السي او 2. هو انا السي او 2 طبعا مفيش هايبر كابينيا، ولكن انا عندي طبعا صعوبه شويه، انا عندي اوبستراكشن طبعا، وعندي طبعا الحاله النورمال مش موجوده طبيعي يعني. طيب انا باجي بخرجه ازاي بقى؟ فقال لك ان هو دلوقتي انا محتاجه ان انا اعمل انترليومينال بريشر عالي قوي عشان ما يحصلش كولابس للالفيولاي. ليه؟ دلوقتي انا لما اجي اخرج بسبب الاستراكشن عندي دوت، واجي اخرج السي او 2، تمام، فانا بضغط على الالفيولاي دي عشان تطلعها، تمام. فانا لو ما عنديش انترليومينال بريشر قوي، فالالفيولاي دي يحصل لها كولابس، تمام، وتتطبق على بعضها. فانا عشان احافظ على الالفيولاي ديت، فبعمل حاجه اسمها البافر. البافر ازاي بقى؟ ان الواحد بيضم بقه كده وهو بيطلع الهواء، بحيث ان هو زي، عارفين البالونات اللي هي بتبقى قويه ديت، فالواحد بيطلع الهواء كده بشده وبينفخ وبيضم اللبس كده، فهي نفس الفكره. فدي الاكشن ده بنسميه بافر، تمام. فده كده البنك بافر، عرفنا البنك بافر. طبعا انا دلوقتي كل القوه بتاعتي ان انا عندي هايبوكسيا، فاي قوه وكل الماسلز انا مركزاها ان انا احاول ان انا اتنفس، فبيبقى عندي كاتشيكسي. ليه؟ لان انا كل حصل ويت لوس، لان كل القوه وكل النيوتريشن كل حاجه انا مركزه ان انا اتنفس كويس. طبعا عندي اللي هيحصل عندي بارال تشست، ان دي من اهم الحاجات اللي تبقى عارفها، يعني عند ديزني وعندي كاتشيكسيا وعندي طبعا بارال تشست، تمام. طيب تعالى نتكلم عن الكومبليكيشن. فقال لك الكومبليكيشن هيبقى حصل عندي نيومو ثوركس. طبعا نيومو ثوركس ليه؟ قال لك طبعا الالفولاي انها طبعا فتح يعني فتحت على بعض، تمام، وطبعا في الاير زاد جواها. قال لك طبعا ويت لوس بسبب الورك بتاع البريثنج. لو جيت اتكلمت على الكومبليكيشن هنا، فهي حصل عندي بوليسيسيميا، تمام، وهنا برضو كمان هيحصل عندي بولي سيثيميا، تمام. عندك كمان هيحصل عندي بالمونر هايبرتنشن زي ما احنا قلنا، فيعمل لي مشاكل كمان في الرايت هارت ديزي، في الرايت هارت سايت، ممكن يعمل لي رايت هارت فيلير اساسا، تمام. كمان بيعمل لك اللي هو الكور بالامينال، اللي هي دي نفس الفكره بقى، ان هو عندي حصل كورونيك بالامينال هايبرتنشن، فعمل لي مشكله في الهارت، في الرايت هارت سايد، تمام. يعني هو عمل لي ممكن يبقى في فيلير في الرايت سايد كله، تمام. طيب ده كده البلوتر والبنك بافر، وطبعا دي سلايد مهم، تمام. طيب انا دلوقتي احنا قلنا ان السي او بي دي هو عباره عن كرونيك، تمام، الوقت ده. انا قلنا السي او دي هو عباره عن كرونيك، تمام. انا لو نفترض مثلا ان انا عند النقطه دي مثلا كده، ده النورمال بتاع اللنج عادي، تمام. طيب لو جيت مثلا عمل يعني علمت على البرونكيا الازمه، فانا هقول ان هي تبقى في النورمال عادي عادي عادي، بس تيجي لها ايه، اكسسربيشن كده، وتنزل تاني على النورمال، وتيجي لها اكسسربيشن وقت ما يحصل اي سيموليشن مثلا، تمام. طيب بالنسبه، طب تعالوا بقى للسي او بي دي، تمام. احنا قلنا ان هو كرونيك، يعني دايما عنده المرض. لو نفترض ان ده النورمال، حلو، نعملها بلون تاني.
فلا هي تبهانة، يعني هي دايما فوق النورمال، هي دايما مش طبيعي، هي دايما مش نورمال، ولكن ساعات تبقى تعدي المش طبيعي ده. يعني انتوا متخيلين يعني يبقى مرض فوق المرض، يبقى هي اساسا دايما عنده سيبتمز، والسيبتم بقى تزيد بسبب اكيوت اتاكس كده. بسبب ايه بقى؟ قال لك والله ممكن يعني بتبقى ليها كذا سيبتمز، والاسباب يعني ممكن بسبب انفكشن، جالها انفكشن، حصل اي تريجرز يعني اي حاجه حصل، يعني زود السموكينج فيروح جاله اي اكيوت اتاك، جاله مثلا ستريبتوكوكاي، اي حاجه تعمل انفكشن فممكن تعمل لي اكيوت اكسسربيشن. طيب ايه السيمبتومز بتاعتها؟ لكن هو الكف طبعا بتزيد، بيزيد السبيوتم فوليوم، وقال لك كمان البيورلنس بتاع السبيوتم بيزيد، والانكريز ديسبونيا يعني مشاكل في التنفس او ضيق ايه التنفس. تمام، قال لك ال COPD هو عبارة عن سيستميك ديزيز، هو مش بس بيصيب لي ال lung، لا ده ممكن يعمل لي كمان heart failure زي ما احنا قلنا، anemia، diabetes، osteoporosis. osteoporosis بتبين غالبا بسبب الأدوية، يعمل pulmonary hypertension ده طبعا قلنا، muscle dysfunction و cachexia زي ما احنا قلنا طبعا لأنه في الإنفيزيما، و depression طبعا لأن فكرة ان الأوتو وعندي هايبوكسيا، فهي الهايبوكسيا من أكتر يعني من الحاجات اللي ممكن تسبب لي يعني ديبريشن او كده، لان فكره ان الاكسجين مش واصل كويس للبرين او كده، فانا ممكن يعمل ديبريشن. تمام، طيب بالنسبه للايفالويشن بقى ايه ده؟ تمام، طيب ان انا باجي احدد السيفيرتي، يعني ايفالويشن اكتر حاجه ان انا بستخدمها ان انا احدد السيفيرتي بتاع السي او بي دي. تمام، طيب قال لك ان انا باجي اقيس السيبتومز او اشوف الريسك فاكتورز بتاعت العيانين عن طريق السبيرومتري اللي هو كنا اخدناه في البرونكيال ازمه، اللي هو كان بتاع الاف اي في تقريبا، هو بتاع الاف اي في، وكمان ممكن اخليه ان هو يعني يمشي 6 دقائق ووك تيست زي ما احنا قلنا برده هناك، بخليه يعمل الاكسرسايز او كده اشوف هل الاعراض هتزيد ولا هتقل ولا ايه. بخليه كمان يعمل الراديوجرافيك ايماجينج، imaging يعني هي لو فاكرين في البرونكيال ازمه احنا كنا بنعمل راديو اللي هي الاكس راي، ولكن الفكره هناك كانت ان انا بكنسل حاجات، يعني اقول ده مش سي او بي دي، ده ما اعرفش ايه، مش امفيزيما، فخلاص ببدا ان انا يعني احصر الحاجات اللي افكر فيها. ولكن هنا هو ممكن استخدمه في التشخيص الاكس راي لما بلاقي بيبقى في عندي هايبر انفليشن طبعا بسبب امفيزيما، اللي هو بيبقى زياده قوي وبيبقى عندي كمان بارل شيب، فممكن اقول ان هو دوت ايه طبعا يعني، او يعني مش اكيد ولكن ممكن ده يبقى سي او بي دي. تمام، وكمان ان انا بستبعد بعض الامراض التانية، من مفيش حاجة تانية، ان هو كمان بيبقى بعد يعني هو طبعا بيبقى قلنا ان هو 40 او 35 يعني، بيبقى فيه مشاكل في البريث في الكرونيك كاف والسبيوتم وكل الحاجات دي. تمام، مفيش مشكلة هنا خالص. بالنسبة للسلايد دي، فهي انا عندي هنا بشوف الدايجنوزس والستيج، وبقدر ان اعمل مونيتورنج للسي او بي دي طبعا عن طريق سبيرومتري، بخليه هو ده اللي احنا خدناه. اول حاجه ان هو بخليه يتنفس، بشوف اول كميه الهواء اللي بخرجها في اول ثانيه واقسمها على كل الهواء اللي خرجه. تمام، لو اقل من 70% او 7 من 10 فده هو عنده سي او بي دي. تمام، طيب ان هو السبيرومتري دوت يعني من المفضل ان احنا نعمله قبل وبعد ما ناخد برونكودايليتور. تمام، اللي هو البي 2 اجونست. ليه الفكره؟ بحيث ان انا اقارن تمام واعرف ده ايه ده اساسا يعني. فبديله بي 2 اجونست اللي هي السبع، اللي هي شورت اكتنج انتي كولينرجيك، اللي هو يعني بتاع البيتا. لا يعني بديه يا اما السبع يا اما دي اللي هو انتي كولينرجيك، هما الاثنين يعني بيدوني نفس التاثير يعني. واشوف بقى الـ يعني ابدا احسب هل هو فعلا بيتغير ولا لا. يعني هي الفكره هنا ليه انا بدي بي 2 اجنس؟ الفكره ان انا اشوف هو البرونكيال ازمه ولا لا اصلا. تمام، وازاي برضو يعني حاجه مش مذكوره هنا تمام، ولكن هنقولها. الفكره دلوقتي انا مثلا حسبت الـ 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللي اسمها ايه ال FEV1 على ال FVC، وطلع مثلا 70%. حلو، طلع يا حبيبي ليه بتتحرك؟ طلع 70%، ماشي شكرا، معذرة يا شباب، طلع 70%. تمام، طيب صح. طيب دلوقتي انا اديته بقى البي 2 اجنست وطلع عشان يعني تبقى واقعية شوية، طلع 50%. تمام، لما اديته بي 2 اجنست طلع 75%، يبقى ده ايه ده؟ هو اتحرك دلوقتي اتغير بنسبة 25%. تمام، يبقى ده كده برونكيال ازمة. طيب لو اديته بي 2 اجنست ويعني بقى 60%،
هو لسه اقل من 70 وما اتحركش، يعني هو المفروض ان هو يتحرك من 15 ل 20. تمام، لو اتحرك من 15 ل 20 يعني زاد من 15 ل 20 فده برونكيال ازمه مش سي او بي دي. لو يعني اتحرك او ما اتحركش يعني ممكن يتحرك 5% 10% او كده فده سي او بي دي. طبعا يا دكتور قالت مهم جدا تعرفوا ان هو اهم ان بيقل عن 70% فده اكيد عندي سي او بي دي. لازم اعرف ان عندي كذا ستيج، ستيج 1 و2 و3 و4، ده المايلد مودريت والسيفير وفيري سيفير. ما عندي يعني قالت ان ده اللي تعرفوه بس ان انا عندي كذا ستيج بس. يعني بعد كده قال لك ان هو يعني الناس اللي بيبقى عندهم الاف اي في 1 بيبقى قليل، بيبقى عندهم ديزنيا. لازم طبعا اشوف الاكسجينيشن بتاعهم عن طريق الاوكسيمتري او الارتيا بلاد جاز، فكره ان انا بشوف الاكسجين والسي او 2 نسبته قد ايه في الدم، هل نسبته كويسه او لا. كمان بشوف بلاد تيستس هي نفسها برضه، اشوف عنده هايبوكسيا، اشوف عنده ريسبيرتوري اسيدوزس، اشوف عنده بوليسيسيميا ولا لا، اشوف عنده انيميا، كل الكلام ده. اشوف عنده هايبوكسيميا، كل يعني ببدا ان انا اشوف حاله الجسم ومدى تاثير طبعا ديزني او السي او بي دي دوت على الغازات بتاعه الجسم. تمام، عندي ايه ده لما اجي اعمل مانجمنت بقى للستيبل سي او بي دي. انا عندي هي اللي هو الكرونيك طبيعي. تمام، مفيش اكيوت اتاك ولا حاجه. قالك ان انا بشتغل على حاجتين، اول حاجه ان انا اريديوس السيمبتومز وان انا اعمل ريديوس ريسك. تمام، طيب ريديوس سيمبتومز ان انا ابدا ان انا يعني اقلل او يعني اهندل السيمبتومز ديت. تمام، او اتعامل معاها. طبعا اخليه يلعب اكسرسايز، تمام، واخليه يحافظ على صحته، يبعد طبعا عن السموكينج، يعني يلعب رياضه، يبدا يعمل تمارين تنفس، كل الكلام ده. وريديوس ريسك ان انا احاول ان انا امنع ان هو البروجريشن بتاع المرض ده، كمان امنع ان هو يحصل له اكسيربيشن، واقلل مورتاليتي يعني اقلل يعني نسبه الوفيات اللي بتنتج عن ايه المرض ده. هنا قال لك ان هو بيبقى عندي هو دوت بشكل عام، يعني ده هنا الحاجات دي اللي هي الجولز بتاعت تريتمنت ستيبل للسي او بي دي هنا بشكل عام. اما هنا الفيجوالز يعني كل شخص بقى اللي هو العلاج بتاعك انت كشخص يعني. فقال لك طبعا انت بتدي له العلاج على حسب حالته، على حسب السيفيرتي بتاعت السيمبتومز، بيجي له اكسسبريشن ولا لا، السايد افكت بتاعته، الدراج افيلابيلتي. كمان اشوف يعني دراج افيلابيلتي، ايه الادويه اللي ممكن ياخدها والتكلفه. كمان اشوف الامراض المصاحبه، لو هو عنده مثلا امراض تانية يعني وبياخد فيها ادويه، يعني مثلا ما ينفعش اديله حاجات فيها بصراحة الحين بيتا انتاجونست مثلا، هو لو بياخد ادويه بيتا انتاجونست المفروض ان انا اوقفها له، وهكذا. اشوف استجابته للادويه، اشوف قابليته لاخذ الدواء وكل الكلام ده، وان هو يستخدم اجهزه يعني زي ما انا يعني شفنا في فيديو بتاع البرانك الازمه كان في جهاز اللي هو بتاع البي بي اف ده بيستخدموه في البيت. تمام، فيعني واشوف هل عنده قدره ان هو يستخدم جهاز او لا. وطبعا في ده كده الفارماكولوجيك، لان بقى فهو اخليه يعمل ريهابيليشن زي ان هو يلعب رياضه، يعمل تمارين تنفس وهكذا. وانتر اكتيف فكير، كل واحد لازم اديله علاج، يعني كل شخص لازم اديله رعايه متكامله ليه هو على حسب حالته هو وعلى حسب امراضه. طبعا الرؤيه تريتمنت ستيبل بتاع السي او بي دي. فقالك ان انا عندي كذا جروب، جروب A و B و E. والدكتور قالت مهم تعرفوا الجروبز ديت. اول حاجه جروب A وجروب B هما الاثنين تقريبا بيبقى نفس الحاجه، فكره ان هو بيجي له اكسسبريشن بتبقى المودريت وبتجي له من مره ولا مره. تمام، في السنه، وما بتدخلوش المستشفى. تمام، يعني هي ممكن تجي له مره وممكن لا في السنه، وما يعني ما بتدخلش المستشفى يعني. تمام، بديله لو هو جروب A بديله برونكو دايليتور. تمام، طب ايه الفرق طب بين جروب A وجروب B؟ فقال لك ان هو الجروب بسم الله الرحمن الرحيم جروب A بتبقى ال MMRC بتبقى يعني من 0 ل 1. تمام، طب ايه هي ايه اساسا ال MMRC؟ فقال لك هي يعني بسم الله الرحمن الرحيم كانت موجوده تحت اللي هي الموديفايد ميديكال ريسيرش كونسل ديسبينيا، فكره ان هو مدى تاثير المرض ده او السي او بي دي على التنفس او وظائف التنفس. تمام، طيب والكات بتبقى 10، الكات اللي هو السي او بي دي اسسمنت تيست اقل من 10 سوري. طيب بالنسبه للجروب بي فبديه اللاب اللي هو لونج بيتا اجونست، ولاما اللي هو لونج اللي هو ماسكرينيك. تمام، طيب
طيب ودي طبعا اللي هو الفرق طبعا من الجروب ايه وجروب بي، ده هو في ال MMRC طبعا ده بيبقى يعني اكبر من 2 او بيساوي 2، والكات بتبقى اكتر من 10. التأثير او الجريد بتاع التأثير بتاع السي او بي دي على التنفس وعلى الفسيولوجي بتاع اللنج او كده بيبقى اعلى. بالنسبة بقى للجروب ايه، فقالك ان هو بيجيله من مرتين او اكتر من مرة او اكتر من مرتين اكسسربيشن، ومرة او اكتر بيدخل المستشفى على اثاره. تمام، يعني هي ممكن مره يدخل في المستشفى وممكن ما تدخلش المستشفى، تجيله مرتين في السنه. بديله بقى اللبا واللمن، وبديله اللي هي الكورتيكوستيرويد انهيليشن لو الايزينوفيلز بتبقى اكتر من 300. تمام، يعني هي نفس الادويه بتاعت الجروب بي، ولكن يعني ممكن ازود الانهيليت ايه كورتيكوستيرويد لو طبعا الايزينوفيلز اكتر من 300. ولازم مهم جدا زي ما احنا قلنا ان هو انا بيبقى عندي اكيوت اتاكس زي ما احنا شفنا، واللي هي كانت ليها 3 سيبتومز اللي هي بيزيد السبيوتم بتزيد والبيورنس بتاعها بيزيد والفوليوم بتاعها بيزيد، الكف عندي بتزيد. طب انا احنا قلنا اسهم بتزيد ليه، فقال فاحنا قلت ان هي ممكن عشان بسبب انفكشن او كده، فطبعا لازم اديله فاكسينيشن طبعا، يعني هو اسهم لانج متدمره فهي اي انفكشن هتصدق تدخل، فلازم اديله انفلونزا فاكسينيشن وكمان فاكسينيشن اجينست نيوكوكال انفكشن. طبعا يعني اي حد عنده سي او بي دي فلا يعني احاول اديله ده. طبعا الدكتور قال ده ولا عليكم ولا ده عليكم، وده كنا قريناه في بتاعه البرونكيال دي. هنا يعني قالت لازم تلعبوا رياضه، يعني زي ما احنا قلنا بيبقى في اكسرسايز وبرمان ريهابيليشن. كمان يعني من الحاجات الكويسه ان انا اديله بروتين سب 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 سبليمنت، لان انا عندي بروتيز بيبقى شغال كتير فبيكسر بروتين وكده. تمام، دي دكتور برضو ما قراتهاش وقالت مش مهم، يعني دي هي قالت ان هو بيبقى زي ما احنا قلنا بريثنج اكسرسايز عشان اعمل ريهابيليشن لللانجز او كده. فانا ان انا فكره ان انا ببدا اتنفس بان انا بعمل بيرس للليب بريثنج، يعني ببدا ان انا اضم كده الشفاف وانا بعمل اكسهيليشن. انا عندي هنا برضو واحد تاني ان انا بقعد يعني براحه وببدا ان انا يعني اعمل ريلاكسيشن للشولدرز، بحط ايد على الهارت وبحط ايد على ال على ايه على الابدومين، وببدا ان انا اخلي فيه مساحه كده انفخ المعده بحيث انها يعني ايه تستقبل هواء وقت ما انا بدخل الهواء، ووقت ما انا خارج ببدا ان انا اضغط ببطني على على الابدومين بحيث انها كمان تساعدني اساعدها انها تخرج الهواء وتعمل اكسهيليشن. وكمان اعمل بتكنيك اللي هو البيرس ليب اللي هو بضغط على الشفاف كده وبضمها. بالنسبه لهنا بقى فقالك في يعني نسبه كبيره من السي او بي دي بيحتاجوا لونج تيرم اكسجين ثيرابي، والدكتور قال السؤال دي مهمه، يعني ممكن اكتر من يعني من 16 لاكتر من 16 ساعه في اليوم، يعني انت متخيل؟ وانا ما اعرفش صح ولا ايه بس الدكتور هي قالتها. يعني طيب امتى بديها له بقى؟ مش اي حد سي او بي دي، قالك لو هي الاوتو بتاعه اقل من 55 وكمان الساتوريشن بتاعه اقل من 88. تمام، طيب لو الاكسجين بتاعه من 56 ل 59 والساتوريشن بتاعه من يعني 89، تمام ده برضو بديله اكسجين. قال لك كمان لو الهيماتوكريت بتاعته اكتر من 55، لو عنده بوليسيسيميا، لو عنده طبعا رايت هارت فيلر طبعا محتاج اكسجين، يعني القلب محتاج اكسجين ومش قادر يدخل اكسجين اساسا، لو عنده بيبرمانر اون الاي سي جي يعني ده بسبب زيادة البالمونر هايبرتنشن. تمام، ده انا هنا عندي الفكرة ان انا عندي طبعا احنا قلنا ان هو حصل مشكلة في اللنج، يعني جزء من اللنج، فانا ممكن انا اشيله واعمله برونكوسكوبيك او اعمله سيرجيكال انترفينشن في الجزء اللي فيه سي او بي دي. ده بيخلي ان هو يعني تنفس ممكن يبقى احسن، الكباسيتي تزيد ويحسن الكواليتي لايف يعني. تمام، دكتور ما قالتش الصمامات الفالفز ولا الكويز والحاجات دي، ما يعني ما قالتهاش ولا اكنها شفتها. مش مهم مش مهم، دي مهمة، هي دكتور ما قرأتهاش عشان الوقت خلص، ولكن قالت انها مهمة. ثانية واحدة، مقارنة بين ال سي او بي دي والازمة. فانا اول حاجة عندي الايز، فانا عندي سي او بي دي اللي بتيجي في الميدل واكتر من 40، اما الازمة بتيجي في اي يعني عمر عادي. بالنسبة للسموكينج فهي اكتر حاجة بتيجي مع السموكينج، لو بياخد اكتر من 20 علبة في السنة فقالك ممكن تيجي مع السموكينج، ممكن لا انا بسبب انفيرومنت بسبب هيستوري او كده. السي او بي دي مش دايما بتيجي مع هيستوري يعني زي ما هنشوف، لكن الالرجي مش بتبقى انكومن. السي او بي دي اكتر حاجة اريتيشن، يعني اكتر حاجة بسبب الاريتيشن على عكس الازمة، فبتبقى اكتر حاجة يعني بتيجي مع الالرجي، وخصوصا زي الرايناتس والاكزيما والسكان زي ما احنا شفنا كانت مع الاي جي اي اللي هي كانت الحاجات الاكتوبيك. بالنسبه للفاميلي هيستوري فمش كومن قوي،
اما بالنسبه للازمه فهي كومن دي يبقى عندي فاميلي هيستوري. الكارديال فيتشر فقلنا زي كاف، الاكسبكتوريشن اللي هو السبيوتم يعني، والديسنيم انا طبعا عندي هنا ديسنيم، ما عنديش هنا سبيوتم او عندي اكسبكتوريشن يعني. تمام. وبالمناسبه على فكره الويزنج في الازمه في بداية الأزمة لو هي أزمة مايلد ما يبانش ويزنج، وكل ما تزيد الستيج أو الدرجية بتاعة الأزمة فبتبدأ تزيد الويزنج. تمام. ولكن لما أوصل لآخر مرحلة في الأزمة خلاص بقى وأنا داخلة على الريسبيراتوري فيلير ما اسمعش ويزنج. ليه؟ لأن خلاص حصل لي يعني حصل كومبليتلي اوبستراكشن لللنج للبرونكاي، فخلاص الهواء ما بيدخلش عشان يخرج ويعمل صوت اصلا، فمفيش هواء بيدخل عشان وهو خارج يعمل صوت. تمام. فمبقاش ويزنج اساسا في بدايه الازمه، ونهايه الازمه ما سمعش ويزنج. تمام. فمهم جدا برضو في تشخيص الازمه، الازمه يعني مش الويزنج هو اللي حدد لي. طبعا الويزنج علامه مهمه جدا يعني ما منكرش ذلك يعني. بالنسبه للسبيوتم فهو كوبيوس يعني بيبقى غزير. بالنسبه للازمه فهو يعني انفريكوينت، ممكن يبقى او ممكن لا يعني مش حاجه سبيسيفيك. او بالنسبه للسبتم بقى فقال لك هو بيبقى كرونيك وبيبقى بروجريسيف و يعني مفيش اي وقت ما فيهوش سيبتومز. تمام. دايما في سيبتوم، دايما في سيبتوم. اما هنا لا، هو وقت بس لما يحصل تريجرز او يحصل عندي ستيمولشن بس، اما في يعني في اغلب الوقت بيبقى عندي فري سيبتوم فري بيريود عادي. بالنسبه بقى للديزني تمام، فطبعا انا عندي بتبقى بروجريسيف وبيزنس. اما هنا بتبقى لا، في الازمه بتبقى variable، ممكن تختلف من يوم لتاني، ممكن تبقى بالليل اللي فيه وبالصبح لأ، يعني الأزمة أهدى كتير يعني من السوء بدي يعني، ربنا يعافيها من الاتنين اللي في الجميع رب. بالنسبة للسبيرومتري فقالك ان هو بيبقى irreversible طبعا، الobstruction زي ما احنا قلنا، اما الأزمة لأ يعني بيبقى irreversible عادي. بالنسبة للvariation بتاع اللي هو PEF اللي احنا كنا بنعمله بالسبيرومتري، فقالك ان هو بيبقى يعني طبعا الفاريشن ما بين الاثنين اللي احنا كنا بنشوف اعلى نسبه وصلها واقل نسبه ونطرحها من بعض ونجيب اللي هي الامبليتيود وكده، فقال لك ان هي بتبقى يعني ما فيش فاريشن اساسا. اما هنا لا طبعا يعني بيبقى في فاريشن ومور فاريشن كمان. قال لك بالنسبه للسبيكتروم ميكروسكوبي فقال لك ان هو بيبقى في نيتروفيل، طبعا نيتروفيل لازم تبقى موجوده عشان زي ما احنا قلنا كان النيتروفيل كان فيها ايه، كان فيها اللي هو البروتيز ومعاه سي دي 4 بتاع اللي هو بتاعتي الليمفوسايت، وانا كان عندي وهنا عندي طبعا ايزينوفيل وسيتوتوكسيك بتاعت الايه بتاعت السي دي 8. تمام. لان هو السي دي 8 انا عندي حاجه يعني اكيوت، مش حاجه كرونيك زي السي او بي دي، فانا محتاجه حاجه تطلع يعني ايه تقاتل الباثوجين اللي داخل وخلاص يعني. بالنسبه للبروتين ريليت ريسبونس فطبعا مش بيحصل عندي ساتسفاكتوري، مش مبقاش في استجابه قد كده. اما الازمه بيبيجول ساتسفاكتوري. وعايزه اقول حاجه مهمه بالنسبه للسي او بي دي، كان في دكتور كان بيقول ان هو السي او بي دي في الطبيعي احنا طبعا هو عنده دايما سيبتومز، ما ادهوش بيتا اجونست في العلاج الطبيعي بتاعه. ليه بقى؟ ليه؟ لان جسمه خلاص يعني الجسم بتاعي يعني هيعمل معاه زي تكيف، وقت ما يجيله اكيوت اتاك في السي او بي دي زي ما احنا قلنا واجديله بيتو اجونست، الجسم مش هيستجيب ليه ومهما اديت جرعات عاليه، هو خلاص هو طبيعي مش هيحصل برونكو دايليشن، ممكن يموت مني. فانا لا بسيب البيتو اجونست للاكيوت اتاك. تمام. فاديله فاديهوله يعني يرتاح شويه، لكن لو انا ماشيه عليه على طول وجاله اكيوت اتاك انا ما اعرفش اديهوله. تمام. طبعا بالنسبه للايروي هايبر ريسبونسيف فهي يعني بتبقى مش موجوده في الخمسين 50 كيزه، هو موجوده في 50 كيزس يعني فهي هي يعني. طبعا بالنسبه للازمه طبعا هي موجوده يعني، هي اكتر حاجه بتبقى اساسا سبيسيفيك للازمه ان هو بيبقى عنده حساسيه قوي. بالنسبه للديستراكشن فطبعا موجوده يعني، اما بالنسبه للازمه فهو ما لا ما كانش بيدخل اساسا على البارنكيما بتاعه اللنج، هو ما كان اخره هنا بس. يا شباب بتوفيق يعني، اتمنى ان انا اكون وفقت في المحاضره. وبالمناسبه يعني لو انتم حاسين الوقت كتير، هو انا حاسه ان الوقت كتير فعليا، ولكن فكره بس ان يعني عشان اريح ضميري انا اكون شرحت كل حاجه وبالتفصيل وكده. انا حتى كمان في سؤال دينا يعني احنا عدينا سلايدات زي ما الدكتور عديتها يعني، فهنعمل مراجعه ان شاء الله يعني، ان شاء الله مش هتعدي ال 40 دقيقه السي او بي دي والازمه سوا. لو حد يعني عايز يلم الدنيا بدل ما يسمع ساعتين الا كده.